البحر الأبيض المتوسط هدف جديد لهجمات الحوثيين وإيران، هذا ما يؤكده المسؤولون الإيرانيون وقياديو الميليشيات الحوثية في تصعيد واضح. ففي ثاني تهديد إيراني من نوعه خلال أشهر، لوح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بتوسيع الجبهات وإغلاق شرق البحر الأبيض المتوسط. قبلها بأكثر من 4 أشهر قال المنسق العام للحرس الثوري محمد رضا نقدي أن بلاده ستغلق البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والممرات المائية الأخرى إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة. الحوثيون بدورهم أعلنوا قبل أيام بدء المرحلة الرابعة من التصعيد ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل وتوسيع هجماتهم إلى البحر الأبيض المتوسط. بداية نتوقف بالتفصيل عند تصريح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الذي هدد بتوسيع الجبهات وإغلاق شرق البحر الأبيض المتوسط. ونقلت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري عن سلامي قوله: سنغلق الطريق على العدو في شرق البحر الأبيض المتوسط ونوسع الجبهات لكي يتشتت الأعداء. سلامي قال إن الهجوم الإيراني المحدود على إسرائيل ناجح وأظهر مدى هشاشة المنطقة الأكثر ازدحاما بأنظمة الدفاع الجوي في العالم بدعم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبعض دول المنطقة. نرحب بضيفينا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سامي الراغب، ومعنا من طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد صالح صدقيان. أهلا وسهلا بكما. دكتور محمد، أبدأ معك، وفي أي إطار حقيقة نضع تجديد هذه التهديدات من قبل إيران فيما يتعلق بالبحر الأبيض المتوسط وغيره من الممرات المائية العالمية المهمة والمؤثرة؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني إذا أخذنا هذا التصريح لقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أخذناه في إطار ما تحدث به يوم أمس المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي قال، والذي كان يشير إلى دخول الجيش الإسرائيلي إلى منطقة رفح، وهو قال بأن هذا الدخول أو هذه الخطوة هي تهدد الأمن والسلام في العالم، وهو طالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من أجل إيقاف الكيان الإسرائيلي من التصعيد، من خطوات التصعيدية التي يمارسها. وبالتالي الإيرانيون حسب قراءة ناصر كنعاني ووزارة الخارجية الإيرانية تعتقد بأن دخول رفح هو خطوة لتصعيد جديد، وبالتالي هذا التصعيد الجديد هو الذي فسره فسره حسين سلامي الذي قال بأن ربما يكون هناك توسيع لهذه الجبهات أو هذه الساحات. وبالتالي هذه هي القراءة الإيرانية التي تحدث عنها ناصر كنعاني المتحدث بالخارجية الإيرانية، والتي فسرها حسين سلامي القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيون أو هكذا هي القراءة الإيرانية تعتقد بأن هناك تصعيد، هذا التصعيد ربما يضفي إلى تصعيد آخر في مناطق أخرى في ساحات أخرى، وبالتالي دخول رفح نقطة في غاية الأهمية، والكل يتحدث عن ذلك، حتى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، الجانب الأمريكي أيضا. وبالتالي الكل يخشى من أن تكون هناك تداعيات غير محسوبة أو لا يمكن السيطرة عليها. وبالتالي أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني هو يشير إلى هذا العمل أكثر مما يشير، يعني خطورة التواجد الجيش الإسرائيلي في رفح أكثر من غلق المنافذ للبحر الأبيض المتوسط أو أي فتح ساحات جديدة بذلك. دعني أسأل الخبير العسكري والاستراتيجي سمير راغب معنا حول هذه القراءة التي تفضل بها الدكتور محمد. دكتور محمد، يضع بإطار التهديدات المتجددة من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالبحر الأبيض المتوسط بربطها بإمكانية توسع الموضوع والعملية العسكرية في رفح من قبل الجانب الإسرائيلي، بداية ما رأيك أستاذ سمير؟ تحية لحضرتك والضيف الكريم. زي ما تفضل الضيف، هو احنا سواء كنا ايرانيين او مصريين او اماراتيين كلنا ضد اللي حصل، لكن يبقى المعالجه ورد الفعل هو المحك. يعني ده مهدد للامن القومي الاقليمي، وما يقوم به الحوثيين وتهديدات الايرانيه هي مهدد اكبر للاقليم. يعني فكره امن الملاحه
ده لا خلاف عليها، ده يعني العالم تضرر من تهديدات جنوب البحر الأحمر. الآن يتحدث عن شرق المتوسط وعن جبل طارق، أولا عسكريا هو لا يملك أي آليات يعني لتنفيذ هذه التهديدات، وده على فكرة بيضعف الموقف الإيراني. يعني ده نوع من العبث، يعني لما أقول لك أنا هطلع صواريخ من اليمن توصل شرق المتوسط، هي ما بتوصلش لإيلات اللي هي أقرب بكثير من شرق المتوسط، ولكن هناك يعني على خليج صواريخ العقبة. تصل من فصيل آخر، وصل صاروخ من فصيل آخر لكن ما تقدرش توصل لشرق المتوسط. ليه يا كارولينا؟ أولا كل الدول اللي هتعدي عليها عندها دفاع جو هيعترضها يعني. تاني حاجة، لما الجانب الأمريكي حصل موضوع قبل الضربة الإيرانية حشد 4 قطع منهم 2 مدمرة، كل القطع دي تمتلك صواريخ كروز، صواريخ دفاع جوي، كانت جاهزة ان لو فشل الجانب الإسرائيلي في الاعتراض تتعامل. فكرة الضربة الإيرانية اللي حصلت وقوات سندتها، بالمناسبة القوات اللي سندتها هي طائرة F-35 وطائرة يورو فايتر تايفون بريطانية، واحدة أمريكية واحدة بريطانية، كانت فكرتهم مش إمكانيات إضافية، كانت فكرتهم إن هم يقدروا يحلقوا ويعملوا مظلات فوق دول عربية لا يمكن للجانب الإسرائيلي إن هو يطير طيرانه فوقيها، يعني تقدر تطير فوق الأردن فوق العراق باعتبار إن هناك اتفاقيات. ففكرة إن الجانب الإيراني يحشد رأي عام ما يطلق عليه جناح المقاومة على فكرة إنه انتصر على أمريكا وضد الدفاع الجوي، لما يعني نسبة الاعتراض كانت 88% في عدد كان تقريبا أكثر من 400 وأقل من 500 ما بين صاروخ ومسيرة، النسبة دي عالية جدا في علم الدفاع الجوي، عالية جدا. طيب الحوثيين بيقولوا احنا هنصعد مرحلة رابعة، مفيش فرق ما بين المرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، الحوثي اللي في إمكانياته بيعمله وبيعتمد في الأخير على الردع المعنوي، إن هو تطلع درونز يتم إسقاطها فتعمل حالة من التخويف أو البانيك في التجارة فلا تصل التجارة. طيب على المستوى السياسي، هل حقق ذلك اللي بيتكلم على الممارسات الإسرائيلية؟ هل ما قام به الحوثي والضربة الإيرانية حقق متغير على مائدة التفاوض تخدم الجانب الفلسطيني؟ ما حصلش. هنا دعني يعني حتى احنا ما بنسمعش أخذ هذه على مائدة التفاوض ان هو يجيبوا سيره ايران او سيره الحوثي. دعني انقل هذه النقطه ايضا لدكتور محمد، لانه وضع الموضوع بدايه الحوار دكتور محمد بانه هذا الموضوع هو مرتبط بما يجري في الداخل الفلسطيني فيما يجري في رفح. دكتور محمد، ما رايك؟ يعني هنا كان هناك العديد من الأسئلة التي طرحت حول دور حزب الله بما أسماه بجبهة المساندة من جنوب لبنان، بما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر، وبالدور الإيراني أيضا من خلفهم. بالتالي أين نضع الدور الإيراني وما تم تقديمه من الجبهات وأيضا في السياسة حتى الساعة؟ يعني الوضع معقد جدا، وبالتالي إيران قالت بأنها غير منخرطة فيما يحدث في البحر الأحمر، يعني منذ أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، إيران قامت بتقديم رسالة رسمية وقانونية إلى مجلس الأمن الدولي، وقالت بأنها غير منخرطة في هذا التصعيد الذي يحدث في البحر الأحمر. لكن بشكل عام يعني دعينا نقول بأن هناك بؤرة التوتر، هذه بؤرة التوتر أساسية، ونحن سمعنا أنه عندما وافقت حماس على المقترح المصري القطري إيران رحبت بذلك وقالت بأن فعل حماس بالموافقة على المقترح المصري القطري هو يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإيران تسير بهذا الاتجاه. يعني إيران لا تسير الآن، إيران لا تسير باتجاه تصعيد لا في مع الحوثيين ولا مع لبنان ولا مع العراق. يعني هذه التهديدات هي فقط بإطار إعلامي دكتور محمد؟ لأن حتى قبل بعض الوقت كان هناك موقف لوزير الخارجية الإيراني يقول بأنه الظروف مهيئة لوقف دائم لإطلاق النار إذا أوفى الأمريكيون والغرب بالتزاماتهم.
هذا صحيح. أنا أعتقد بأنه هو تحذير، يعني أكثر ما يكون موقف إعلامي هو تحذير من أن دعم، يعني ما تحدث به يوم أمس ناصر كنعاني المتحدث في الخارجية الإيرانية، هو حمل الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية حملها مسؤولية ما يحدث في رفح ومن تداعيات ما يحدث في رفح. وقال أيضا في تصريحه بأن لأن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي إلى الكيان الإسرائيلي، وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة أن توقف الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو عن هذا التصعيد وعن الدخول في رفح وتعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني موجودين في هذه المنطقة للخطر. وبالتالي الكل الآن يعتقد بأن دخول الجيش الإسرائيلي إلى هذه المنطقة بالتأكيد هو يضفي إلى تداعيات، هذه التداعيات الإيرانيون يتحدثون عن زاوية معينة منها، الآخرون يتحدثون عن زاوية أخرى، المنظمات الإغاثة تتحدث عن يعني تعرض هذا الكم الهائل من البشر لمعاناة أخرى. نعم. وبالتالي كل جهة تتحدث عن الزاوية التي هي فيها. وبالتالي أنا أعتقد بأن التوتر، مركز التوتر الأساسي هو الآن في غزة، والآن حدث خطوة جديدة في رفح. نعم. وبالتالي يجب علينا أن نعمل من أجل هكذا يقول الإيرانيون، من أجل دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار. وهناك جهود تجرى وهناك مباحثات مهمة تجرى حاليا في مصر من أجل وقف إطلاق النار. إذا ما تحقق ذلك أنا أعتقد بأن كل الأمور كما قالت مصادر مواكبة لهذا الأمر في كل الساحات، أعتقد بأن الأمور سوف تخفت وتنخفض كثيرا حدة هذا التوتر الموجود في هذه المنطقة. تفضلوا بالبقاء معنا دكتور محمد وأستاذ سمير. قبل متابعة الحوار دعونا نعود إلى إعلان جماعة الحوثي قبل 4 أيام عن استهداف جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط. تعلن بدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحو التالي: أولا، استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا. نعود وأرحب بضيوفنا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سمير راغب، ومن طهران الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمد صالح صدقيان. أعود إليك أستاذ سمير، يعني في البداية قلت أنه لا قدرة اليوم لمثلا الحوثيين على تنفيذ تهديداتهم وعلى إطلاق صواريخ تصل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. كان هناك حتى تهديدات من الحوثيين في الفترة الماضية على استهداف سفن في المحيط الهندي حتى ورأس الرجاء الصالح، وهذا أيضا لم نتابعه أو لم ينجح. بالتالي إذا كان الموضوع اليوم فقط للتحذير كما قال دكتور محمد أو للتهديد كما أيضا يقرأ العديد من الخبراء، إلى أين يمكن أن تتجه هذه التهديدات وهذه التحذيرات في ظل عدم التوصل إلى تهدئة حتى الساعة ونحن في الشهر السابع؟ التهديدات دي بتضر الجميع ولا تحقق هدف سياسي. يعني الغرض من الفعل العسكري الطبيعي العاقل الرشيد أن يحقق هدف سياسي. إيران بتتحمل إدانة وبتتحمل عزلة نتيجة تلك التصريحات، وبتغضب حتى جيرانها، وإحنا في حالة من حالات تصفير المشاكل. ومن ناحية أخرى لا تحقق هدف، أي هدف، الجانب الحوثي بالقطع اللي تم إصابتها إما بتوفيق لمن أطلق أو لسوء حظ لمن أصيب في الحالتين ثلاثة اللي تم إصابة مباشرة. الصواريخ البالستية مش معمولة في العالم كله عشان تبقى ضد قطع بحرية، لأن معامل الخطأ ممكن يبقى نص كيلو. النص كيلو ده على هدف مثلا بيبعد 200 كيلو، فلما يبقى هدف يبعد 2000 كيلو النسبة دي بتزيد. اللي تقدر توصل لمناطق شرق المتوسطي بتوفيق هي المسيرات. المسيرات حضرتك غطيتي وكلنا شفنا اللي بتاخد 9 ساعات عشان تأتي من إيران إلى إسرائيل. 9 ساعات يعني ممكن طائرة واحدة، الطيار يطلع يسقط طيارات، ده في طيارة واحدة أسقطت
85 مسيرة طيارة أمريكية ويرجع يعيد ملء وقود ويطلع يضرب تاني وممكن يريح شوية في الاستراحة ويطلع يضرب. فده كلام عسكريا كلام فاضي. طيب إيران سحبت سفينة استخبارات بهشات من جنوب البحر الأحمر قبل الضربة الإسرائيلية المحتملة ردا على الضربة الإيرانية، لأن إيران ما تقدرش تواجه بحرية أمريكية خارج مناطق القريبة من الساحل، فلا تقدر تواجهها في المحيط ولا في جبل طارق ولا في أي حاجة في الدنيا. ليه؟ لأن أمريكا كل قطاعها يعني سترايك جروب، يعني مجموعة ضربة فيها طائراتها وفيها استطلاعها وفيها حاجتها كلها. حتى هناك حديث على أن يو اس اس ايزنهاور عائدة أو عادت أيضا، ممكن يقعد شهر. بالفعل هو دي الخوض. وأمريكا ليه متفوقة متسيدة البحار؟ عندها 10 حاملات طائرات وكل حاملة طائرات مع الاسترايك جروب بمدمراتها بفرقاطاتها بغواصاتها بالكورفتس. فالفكرة هو يعني هيتم استغلاله ضد إيران وهتعمل قلق وتأثير على تجارة كل المنطقة. ودلوقتي اللي تحول من رأس الرجاء الصالح بيوصل للشرق المتوسطي. طب لما انت هتعمل له تهديد هروح فين؟ يعني الدول المتشاطئة في المتوسط دي هتروح فين؟ الدول اللي متشاطئة في البحر الأحمر في مسارات بديلة. فعسكريا ده كلام يعني كما لو كان واحد يريد مثلا يستخدم السهام القديمة مثلا لإصابة هدف على بعد مثلا 20 كيلو بالسهم والرمح. فده كلام عسكريا يعني اللي بيقوله لو كان عسكري فاهم ما يقولوش. بالإضافة لأن يعني مطلوب، احنا بنرحب بإيران دايما في إعلان المواقف السياسية القريبة من موقف العرب واللي بتخدم مع القضية الفلسطينية، لكن انت بتعمل إجراءات بتشيل المنطقة بما فيها، يعني تؤثر على التجارة بما فيها وتسيء لدول جوارك. ومصر خير دليل، مع ان مصر علاقتها كويسة بإيران، وحتى في موضوع رفح يعني الوزراء الخارجية بيحكوا مع بعض سامح شكري وأمير عبد اللهيان. تيجي انت تأثر على قناة السويس ب 40% من الدخل. طب احنا بنستخدم مواني الشرق المتوسطي وانت مش هتقدر تعمل حاجة. بالإضافة لو التهديد في مجال او في الأمن القومي المصري، مصر عندها بحرية من أقوى بحريات العالم. فالمنطقة دي وعندها دفاع جوي من أقوى الدفاع الجوي في المنطقة. فبالتالي أنا أتمنى من الجانب الإيراني يعني ما يحاولش إن هو. طب سؤال يا كارولينا، دلوقتي إحنا بعد تقريبا 6 شهور من الحرب يعني شهداء 35,000 و100,000، طب ليه إيران اتحركت بالضربة اللي هم بيعتبروها يعني مقدمة تحرير الأقصى؟ ليه صبروا 6 شهور يعني؟ طب لما راحوا يضربوا في فدا، طب فين الحوسي؟ ليه ما حاربش معاهم؟ ده اليوم ده كان اقل صواريخ يطلقها الحوسي واقل صواريخ يطلقها حزب الله. ليه؟ عشان مش عايزين يستفزوا امريكا واسرائيل في ان يتم استهداف ايران بشكل حقيقي. ما تم من اسرائيل هو رساله، وما تم من ايران هو ايضا رساله لمعسكر المقاومة، لكن لم تحقق أي هدف عملياتي. كما أن تهديداتهم في الشرق المتوسط مضحكة ولا تؤدي إلى أي تغيير، وحتى الآن الجانب الإيراني دعني أعطي ووكالاته فرصة غير موجود كمؤثر على مائدة التفاوض. دعني أنقل هذه النقطة لدكتور محمد قبل أن ينتهي وقتنا. يعني استمعت إلى العميد سمير راغب فيما يتعلق بالشق العسكري، ولكن حتى إذا ما تحدثنا معك دكتور محمد على الموضوع السياسي اليوم، ما الذي تقدم؟ ما الذي تحقق؟ وعمليا على الأرض لم نكن أمام موقف أو قرار من الجانب الإيراني فعليا يصب مباشرة بمصلحة ما يجري في قطاع غزة. المشكلة نحن نتحدث عن 7 أشهر، نحن ندخل الشهر السابع منذ أن اجتاح الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة، وهذه المجازر التي حصلت والإبادة البشرية والإنسانية وهذه الاجتماعات الموجودة في القاهرة اليوم. نحن نتحدث اليوم عن اجتماعات مكثفة تشهدها القاهرة، وقبل ذلك كانت في مناطق أخرى، والكل الآن يبحث عن وقف إطلاق النار. نحن الآن لا نتحدث عن التفوق العسكري والموازنة العسكرية الموجودة في المنطقة بين الولايات المتحدة وغير ذلك. المشكلة الآن كما قلت أنا سابقا، المشكلة الآن ليست في
طائرات إيران تحتاج إلى 9 ساعات إلى أن تصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أم لا؟ المشكلة كيف نوقف نزيف الحرب الموجود في قطاع غزة؟ طب عبر مزيد من التهديدات، البعض يسأل دكتور محمد، خاصة بالتوازي مع جهود دولية وإقليمية للتوصل والدفع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتوصل إلى هدنة. أنا لا أدافع عن الموقف الإيراني، لكن ما يتم الآن في رفح موقف في غاية الأهمية. يعني نحن سمعنا تنديدا كبيرا جدا من قبل وزارة الخارجية المصرية، لأن هناك اتفاقات فيما يخص معبر رفح، وبالتالي رفح قضية غير يعني بالنسبة إلى مصر مهمة جدا، بالنسبة إلى التطورات الأحداث في غزة مهم جدا أيضا. وبالتالي الإيرانيون عندما يحذرون من استمرار اجتياح رفح، هم يعطون يعني يدفعون أو يطالبون هذه المفاوضات والجهود الرامية حاليا من أجل وقف إطلاق النار إلى المزيد من أجل الإسراع بإعلان وقف إطلاق النار، الضغط على نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية من أجل وقف إطلاق النار. هذا هو المهم، يعني هذا هو المطلب الأول الذي أعتقد بأنه سوف يكون هو المطروح حاليا أيضا في طاولة المباحثات في القاهرة من أجل يعني الوقوف أمام أي تطورات ربما لا تحسب عقبها. شكرا جزيلا لكما دكتور محمد صالح صدقيان من طهران الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا كان معنا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سمير راغب. شكرا جزيلا لكما.